السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوگے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا قرآن کریم کا 10واں پارہ چل رہا ہے اور ہم نے 10ویں پارے کے 15ویں رکوع تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ 15ویں رکوع سے پڑھنا اسٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير۔ يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير۔ ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين۔ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون۔ فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون۔ ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب۔ الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون۔ فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين۔ ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون۔ ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين۔
رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون ناظرین امید ہے جس طریقے سے میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہمارا 10واں پارہ بھی پورا ہو چکا ہے کل سے ہم انشاءاللہ قرآن کریم کا 11واں پارہ اسٹارٹ کریں گے اور جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا ہے اسی طریقے سے آپ کو بھی پڑھنے کی کوشش کرنی ہے اس ویڈیو کو کم سے کم 4 سے 5 مرتبہ آپ ضرور دیکھیں انشاءاللہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے آپ کی سمجھ میں آ جائے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ